اوريكوا الحاجات اللي انا جبتها من سبوت لايت انجل. انا جبت منهم ميك اب كوري اللي كنت بكلمكم عليه. خلونا نشوف كده. جبت من عندهم ده ليب جلوس، بس بيدي لون كتير كتير ناتشرال وحلو، وهعمل بيه توتوريال قريب ان شاء الله. وجبت من عندهم المانيكير ده كتير حلو. جبت كمان الميني ليبستيك، هو لونه اورانج شوية، بس احنا حاولنا نختار افتح درجة، عندها درجات تاني كتير منه، كتير كتير حلو شايفين. وثباته كتير حلو لما جربته على ايدي، غسلت ايدي وبعدين استخدمت كريم وفضل قاعد كل الوقت ده. كمان جبت من عندهم سكراب الكولاجين ده كتير كتير معروف، كأنك عاملة جلسة تنظيف بشرة عميقة، فكتير كتير حلو. كمان عايزة اوريكم الستور ده، سارة بهاء اكسسوارز، وهعمل لكم منشن ليه هنا. جبت من عندهم الهير باند القمر ده، شايفين قد ايه حلو. وجبت من عندهم النكلس دي، على هما موجودين ببازار تفريدون. اللي ما راحش يا بنات لازم يروح، بجد التخفيضات هناك كتير حلوة. هي عاملة تخفيضات 50% على كل الكولكشن اللي عندها. شايفين الكولكشن قد ايه حلو اللي عندها. والحاجات دي بريسلت، هما دول بريسلت ونكلس. كمان عندها النيكلس اللي طالعه ترندي جدا. هاي ازيكم، كنت عايزه اوريكم الحلق القمر ده، جايباه من اكسبشن اكسسوارز، كتير كتير حلو. كنت بدور على الحجم الصغير ده ومش لاقياه، والاحلى انه متخفض من 100 جنيه ل50 جنيه بس، وهم عاملين خصم 50% على اي حاجه عندهم. فادخلوا دلوقتي على البيج اللي انا كاتبه اسمها دي، وشوفوا الحاجات الكتير حلوه. كمان هم موجودين ببازار تيفولي، فاللي ما راحش لسه يروح، لانه في تخفيضات كتير كتير حلوه هم عاملينها. شايفين قد ايه شكله كتير كتير حلو ورقيق. انتوا قاعدين لغاية يوم ايه؟ قاعدين لحد قدام 10 ايام، لحد يوم الاحد الجاي او يوم السبت الجاي. طب في ميديم من ده؟ كمان في الستور الحلو ده، عندهم الماسكات الالوان، كمان عندهم السانيتايزرز بكل انواعها والالكوهول، انا عندهم توصيل.